السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناه عالم ام اسلام. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. اللي مازال ما اشتركش، مرحبا بكم، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنوجدوا واحد الكغاطان بلي بات، كيجي خطير وكيجي بنين ومعلك، يعني مهما وصفت لكم فيه حتى تجربوه عاد غتعرفوا الهضره اللي كنقول. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك وبلي كومنتير وبارتاج مع الأهل الأحباب، وشكرا لكم. نخليكم على فيديو فرجة ممتعة. غنحتاجو على بركة الله، عندي هنا واحد 250 غرام ديال الزر ديال الدجاج اللي قطعتو رقيق، عندي هنا 500 غرام ديال ليبار كتبقى اختيارية أي شكل بغيتو، عندي هنا واحد مطيشة كبيرة حكيتها، عندي هنا حبتين من الجزر اللي بشرتهم، عندي هنا بصلة وحدة كبيرة اللي قطعتها حتى هي، عندي هنا جوج دروس ديال التومة، ملح، خرقوم، بابريكا أولا تحميرة، لبزار وسكينجبير. اول حاجه غادي نبدا بها، خديت هنا واحد البرمه درت فيها الماء باش يغلى، غندير فيه شويه ديال الملح وغندير زيت الزيتون وغنخليه يغلى مزيان. جبت واحد المقله غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون وغنضيف ليها الخضره، غنضيف لها البصله، غنضيف خيزو وغنضيف جوج فصوص ديال الثومه حتى هما، وغنضيف التوابل حتى هما، غنديرهم فوق البوطون ونشحرهم مزيان. هنا من بعد ما طاب الماء غادي ندير دابا لي بات ونخليها تسلق غير نص ساعه. صافي، من بعد ما شحرات هاد الخضيرة دابا غنضيف عليهم طريفات ديال السدا ديال الدجاج ونشحرهم مزيان. غنضيف الكزبرة والعجنوس صافي. دابا من بعد ما تشحرت الخضرة مع طريفات ديال السدا ديال الدجاج دابا غنضيف ليهم مطيشة مشبوكة حتى تنشف مزيان. صافي غنخليهم يطيبوا مزيان. صافي دابا من بعد ما تشحرك ليا هاد لاصوصون شفاس غنطفى عليها البوطة ونصفي لي بطاط. درت عشقة كبيرة ودرت معاها 4 كاس ديال الحليب وغنخلطها مزيان ونديرها فوق النار. صافي هنايا كنجيب ديك لي بات من بعد ما صفيتها وكنضيفها على هاد الصوص شويه بشويه وانا كنخلط.
صافي تسولي طابلين على هذا الشكل. هنا كنجيب واحد المول ديال الزاج اللي غيدخلنا للفران، وغندير في القعر ديالو قليل من الموتزاريلا. غنجيب لي بات وغندير واحد الطبقه، غنضيف واحد الطبقه ثانيه ديال الموتزاريلا. صافي، وغادي نزيد طبقه ثانيه ديال لي بات. صافي، دابا غنضيف واحد شويه ديال صلصه البيشاميل اختياريه. وغنضيف فوق منها الموتزاريلا. صافي، دابا غندخلها للفران تكغاتينو وغادي نخرجها. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا اللي جاو على هذا الشكل. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في الكومونتير صراحه راه كنتو اكثر من رائعين. وبالصحه والراحه، سلام عليكم.